السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة المجلة الكرام. رسميا تأجيل التعليم الحضوري في سيدي يحيى الغرب إلى حين تحسن الوضعية الوبائية. فقد قررت السلطات المحلية ببلدية سيدي يحيى الغرب اليوم السبت تأجيل اعتماد التعليم الحضوري بمختلف المؤسسات التعليمية التابعة لترابها، وذلك إلى حين تحسن الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وأوضح مصدر من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسيدي سليمان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه تم اتخاذ القرار بتأجيل التعليم الحضوري واعتماد الدراسة عن بعد بالنسبة لكافة المستويات الدراسية برسم الدخول المدرسي الذي ينطلق يوم الاثنين المقبل 7 شتنبر الجاري، وذلك عقب اكتشاف بؤرة وبائية جديدة لكوفيد-19 بالمنطقة الصناعية الأطلسية. وأشار المصدر إلى أن القرار يهم أزيد من 8000 تلميذ وتلميذة بجميع مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي بسيدي يحيى الغرب، ويشمل كذلك جميع المستويات الدراسية.